كابتن بلال، النادي الاهلي مصدر السعاده لجماهير الكره المصريه. النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لمصر الان في البطولات الافريقيه. النادي الاهلي بقي له خطوه على تحقيق الحلم لجماهير الكره المصريه، وهو احراز اللقب رقم 11 في البطوله الافريقيه. ومع ذلك في ناس بتحارب النادي الاهلي كأنه يريد أن يسقط رمز من رموز مصر. كأنه يريد أن يسقط رمز من رموز مصر. مش العكس تماما، مش بيمهد له علشان يكسب بطولة. مش بيمهد له علشان يرفع اسم مصر عالي. لا، هو بيمهد له علشان يقع. بيمهد له عشان يضغط عليه. مين يحاسب دول؟ انت تقصد الاتحاد يعني قصدك والرابطه؟ ما هو انا دلوقتي انا مش عارف الحقيقه الازمه عند مين. يعني مين اللي بيدير الكره في مصر، الاتحاد ولا الرابطه؟ يعني هروح للرابطه. الرابطه بتدير الدوري. يعني امال الاتحاد ليه بيقول لك احنا مش هنأجل؟ لا، هو الرابطه اللي قالت ان احنا مش هنأجل. هو برضه الاتحاد قال لك لا اصل مش عارف ايه والاهلي ومش هنخاطب. بص يا كابتن، يعني انا يعني انت احنا هنا في البلد دي احنا مش عارفين مين اللي بيفهم في الكوره ومين اللي ما بيفهمش في الكوره الحقيقه. يعني مين بيتولى المنصب ويحق له توليه المنصب، ومين لا يتولى او مين ما تولاش، وهل هو يعني الاقدر ولا مش الاقدر الحقيقه. يعني كره القدم في مصر يمكن البلد الوحيده اللي الكره فيها ماشيه بالعكس، بالعكس مش فاهمين حاجه. تمام، الناس اللي في اتحاد الكوره تمام، يعني اقل مثال. انت بتتكلم بقى في النادي الاهلي والرمز ونهائي افريقيا، انا بكلمك يعني المؤتمر الصحفي بتاع اعلان المدير الفني، واحد بيقول لك اصل ما جاش لابس كاجوال، والتاني بيقول لك لا ده انا كان عندي ارتباط. تمام، يعني بص انت عايز ايه تاني؟ يعني انت عايز ايه تاني؟ اهم حدث في موجود في الاتحاد بتاعك هو تعيين المدير الفني الجديد. في حدث احسن من كده؟ لا، في الفتره الحاليه لا. يطلع رئيس الاتحاد يقول لك ايه؟ اصل كان لابس كاجوال ما ينفعش يتصور. ويطلع العضو المحترم يقول لك لا ده كان عندي ارتباط. ايوه، طب انت يعني انت وانت بتسمع الكلام ده، يعني احنا بنحترم كل الناس طبعا يعني. طبعا، لكن انت النهارده وانت بتسمع الكلام ده انت تفسر الكلام ده بايه؟ يعني انت تقولي هل بالطريقه دي فعلا تدار الكره في مصر هتدار الكره في مصر؟ هتحفظ حقوق الانديه بتاعتك؟ هتعرف تاخد قرار؟ اذا كنت انت مش عارف تجتمع عشان تتصور اصلا، انت مش عارف تقعد، مش عارف تتجمع، تمام، تجمع ما اعرفش هم 9 ولا 11 دلوقتي، تمام، الاعضاء عشان تتصور، يبقى تيجي وبعدين استقال ده بيستقيل وده مش عارف ايه يا جماعه، ده لسه ما كملوش شهرين. صحيح، تمام، واللي قبلهم كذلك الامر، واللي قبلهم كذلك الامر، واللي قبلهم كذلك الأمر. الموضوع في مصر في كره القدم صعب للغايه. وبعدين انا عايز اسال سؤال يا كابتن، هو النهارده انت النادي الاهلي لما ياخد بطوله افريقيا مش الاتحاد المصري ده يعني المفترض انه يعني بيتوج زيه زي النادي الاهلي؟ طبعا. تمام، مش ده الطبيعي؟ يعني الاتحاد المصري ده يعني بيرفع راسه عليا يقول لك والله انا في النادي الاهلي المصري خد البطوله. خد بالك، مظبوط، احنا احلامنا مش هتنتهي طبعا. اصل انت بتقول دلوقتي حلم النادي الاهلي بال11، لا احنا مش هتنتهي. خدنا ال11، احنا بال12 وال13، احنا واخدين اللي فاتت واللي قبلها. هو في حد حصلنا؟ لا. اللي قريب منك كام؟ خمس بطولات، نص بطولات يعني تقريبا نصك، النص او النص. مفيش حد هيحصل. اصل اقول كده يا كابتن، يعني القريب منك كام؟ خمس بطولات. وانت بتفكر في الكام؟ في البطوله ال11. ايوه، تمام، مظبوط. فانت كل سنه هتحلم وجماهيرك هتحلم، يعني حتى لو وصلت للبطوله ال20 تقول لك لا بص انا عايز البطوله ال21، عايز البطوله ال22. تفضل طول عمرك انت تعودت على كده. صحيح، وده المنهج بتاعك. لكن الناس الثانيه بتشوف ان الانتصارات بتاعتك صعبه للغايه، تمام، بتصعب عليهم المهام بتاعتهم. انت في انديه عندها مشاكل لانها مش عارفه توصل للفاينل، يعني مش عارفه تاخد بطوله بقى لها 20 سنه، 20 سنه ما تاخدش بطولات. يعني نتمنى كل الانديه الافريقيه تاخد بطولات، يعني عشان ما حدش يقول لك ايه ده. ما انت بتلعب باسم مصر. نتمنى كل الانديه تاخد بطولات، على فكره مش هتحزننا في حاجه يعني، خد بالك. بس الفكره كلها يا كابتن ايمن، انت النهارده في منظومه عايز تلعب بطوله، داخل على نهائي بطوله وعندك مباراه. طب ما هو قبلها بشهرين يا جماعه، ما مش في ترتيبات؟ ومعروف الاهلي لو وصل البطوله دي هيلعب يوم كام؟ بالظبط، مش معروف الكلام ده؟ انت لسه جاي النهارده تقول اصل الفرق هيبقى خمس دقايق. ايه يا عم فرق ايه؟ انت مفيش افكار، مفيش ترتيبات، مفيش يعني الحاجات دي مترتبه من بدري. صح. انا عندي النادي الاهلي ماشي، لو وصل سيمي فاينل هيلعب يوم كذا يوم كذا، يبقى لو في ماتشات هيتم ترحيلها. لو وصل فاينل خلاص قولا واحدا هيبقى يوم كذا، يبقى في ماتش هيتم ترحيله.
صحيح. هو هي دي الطريقه اللي تساعد، عشان كده بقول لك مين اللي بياخد القرار، الرابطه والاتحاد. الاتحاد بتاعك الجواب اتبعت له من شهر واحد اللي فات في الطراوة ساوند تايم، هو اصلا مش فاهم، مش فاكر اذا كان في جواب بتاعته ولا حطه في المكتب تفاؤل يا كابتن صلى على النبي. ادي ادي الاتحاد، الرابطه بتقول لك اصل الفرق خمس ايام ومش عارفين يعني الخمس حلوين، احنا رايحين المغرب واحنا هنلعب فين؟ ما هوش انت بتقول لي الاتحاد، ما انا بقول لك الاتحاد ولا الرابطه، انت يعني هتكلم ده ولا تحاسب ده؟ من الاتحاد للرابطه لجنه الحكام يا قلبي لا تحزن. يعني تعال شوف التشكيل بتاع الفرق الاول، الفرقتين وبعدين نكمل.